اللي انتوا عاملينه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت اللي مستغرب من عمايلنا يا سليمان؟ هي دي ظروف تهج فيها وتقفل تليفونك؟ الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله 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 الله، رجاله تحت وستات فوق. ايه يا اخوانا، انتوا جايين تاخدوا العزا فيا ولا ايه؟ بعد الشر يا دكتور، ما تقولش كده. ايه يا استاذ اكرم، كان ايه لازمته التعب ده؟ ينفع برضه يا دكتور تبقى في ازمه زي دي وما تشركش حد معاك؟ يا جماعه افهموني. شاهد شهد، انا بابا انا مصدقاك والله العظيم مصدقاك، ومش هسيبك ثانيه واحده. انا ما كنتش عارف ان الناس بيحبوك قوي كده. تخيل دول مستعدين يعملوا اي حاجه عشانك، عشان يخرجوك من الورطه اللي انت فيها. يا بنتي ما انا ياما اتحيلت عليكي تيجي بيت جدك عبد القادر وتشوفي اهلك وجيرانك اللي بجد، مش العيال السيس اللي بتقعدي معاهم. كان لازم يعني البس جنايه عشان سيادتك تشرفينا. لا جنايه ولا حاجه يا دكتور ان شاء الله. انت حضرتك نسيت الدكتورة علا والدكتورة سهام ولا ايه؟ قالوا لنا انهم اول ناس اشتركوا مع حضرتك في الكشف عن المصيبة دي، وان شاء الله هيشهدوا معاك. وملك قبل اي واحدة فيهم. ملك؟ ايوه يا دكتور، انا كلمتها امبارح وفهمتها اللي حصل، وزمانها في الطيارة دلوقتي. ليه كده بس يا اكرم؟ ليه كده؟ ما انت عارف اللي هي فيه، هتسيب يعني المصايب اللي هناك دي وتيجي علشان مشكلة. يا بابا وهي هتيجي الاحسن منك، ده اللي انت عملته معاها لو اتعمل لاي واحدة في الدنيا تفديك بعمرها كله. تعرفي منين اللي انا عملته معاك؟ استاذ اكرم حكالنا على كل حاجه. عارف سؤالك يا دكتور، انا عرفت من عبير بصراحه غصب عنها، ما قدرتش تكتم سر زي ده قصادي انا بالذات. مفيش فايده، الست والسر لا يجتمعان. شهد كلمتني كتير قوي عن حضرتك، بس بصراحه ما قدرتش توصف العظمه دي كلها. شهد حكيت لك. اهلا وسهلا، مين ده يا بنت؟ ده خالد يا بابا. انت نسيت ولا ايه؟ اليو اس بي والاوبن لاين اللي انت جبتهم لي. ايه خالد اليو اس بي؟ ايه يعني كهربائي يعني؟ انت مين يا عم انت؟ حضرتك انا واحد سيس من العيال اللي هي بتقعد معاك. اهلا بيك يا خالد. طيب يا جماعه انا عايزكم كده تهدوا وتهدوا اعصابكم، مفيش اي حاجه تدعو للقلق ده كله، الموضوع كله بلاغ كايدي وهيتحفظ. صدقني يا مولانا الحكايه لو كانت تستاهل ما انا كنت جيت من نفسي واترميت في حضنه. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ لو كل الناس دي عذرتك مالكش عذر عندي، لاني ابوك. فاهم؟ ابوك. بجد يا بابا؟ في حد قال لك ان القضيه دي هتتحفظ فعلا؟ يا حبيبتي طارق الشاذلي هو اللي بيحقق في الموضوع، وهو بنفسه قايل ان كل ده كلام فارغ وملوش اي معنى، ودليل اهو ان انا قدامكم حر، لا بيتحقق معايا ولا في ايديا الكلبشات. صدر قرار من النيابة بالقبض على حضرتك وتسليمك في العرض المسائي. لا باشا وصل يا علي. على وصول سعادتك. تقدر تستريح في المكتب اللي جنبينا لحد ما طارق بينزل من الاستراحه. لا متشكر يا عم، انا كويس. احنا في النيابه دلوقتي. صدر له امر ضبط الاحضار والمباحث جت خدت قدامي. اكرم لو هتكون بتكلم عبير. ما تقلقش يا دكتور، ده المحامي. يا سيدي انا مش عايز محامين دلوقتي. ابوس ايدك يا اكرم، اوعى تجيب سيره العبير. البنت تعبانه ومش هتستحمل، احنا ما صدقنا ان الحاله استقرت ورجعت البيت. بابا انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ما تقلقش يا دكتور، تفتكر عبير لو عرفت حاجه هتفضل مكانها؟ طارق لو سمحت، طارق لو سمحت. طارق انت اتجننت يا بابا؟ اتفضل يا طارق بيه. يا بنتي ما تحمليش حد فوق طاقته. ذنبه ايه هو عشان تبص له بصه زي دي؟ يا بابا فكر في نفسك شويه بقى، ده مش وقت التضحيات دلوقتي. يعني ايه مش عايز محاميين ولا شهود ولا حد يجي من بيته ولا حد يجي من السفر ولا اي حد يعمل اي حاجه خالص؟
بوس ايدك يا بابا تتكلم. دافع عن نفسك وما تخافش على حد. قول كل اللي عندك. قول اي حاجه تخلصك من المصيبه اللي انت فيها دي عشان خاطري. يعني ايه ما عندكش حاجه تقولها؟ هقول ايه بس بعد اللي قالته تحريات المباحث؟ مالكش دعوه بتحريات الزفت المباحث يا دكتور. بعد اذنك لو سمحت ما تخلينيش اخرج عن شعوري واقول كلام ما يتقالش. في معلومات مهمه عند حضرتك وانا عارفها كويس، لازم تقولها دلوقتي في التحقيق وتستشهد باي حد يخطر على بالك. لسه في اجراءات كتير وشهود هتتسمع وتقارير هتتقدم. ما ينفعش الياس ده. ده مش ياس يا طريبي، دي ثقه في رحمه ربنا. حضرتك مش بتقول ان في طلب اتقدم لك النهارده باسم جواهر عايزه تشهد في القضيه؟ ايوه. خلاص يبقى كلام المباحث كله ما يلزمنيش في حاجه. حضرتك اسمعها الاول وشوف هتقول ايه، وبعد كده يبقى لك الحق توجه لي اي اتهام. لا معلش ما تاخذنيش يا باشا، انا مراتي مجني عليها وجايه تقدم شهاده خطيره ولا مؤاخذه، واحنا بقى ناس مترقعه ومستويه وحافظين القانون كله ماده ماده. انت عايز ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه، يا ريت تفهمني كده واحده واحده. تاخد لنا اذن من الباشا رئيس النيابه يا قعدت في مكان سري ومغلق بعيد عن الجماهير المخيفه دي لحد ما اطلبها رسم. احسن احنا كده هنتعرض لمشحنات ومضايقات. طب استنى دقيقه واحده، انا بنشوف. بعد اذنكم يا اساتذه، بعد اذنكم. عزيزي باشا مثلا الله عليك يا جوجو يا حبيبة قلبي، يعني خلاص متفقين؟ ايوه متفقين. طب ما تطربني بقى كروان الزمان وسمعني الغناوة اللي حفظناها. هقول ان الدكتور سليمان هو اللي استقبلني في المستشفى وقال لي عندك ورم في الرحم وجاب لي دكتور تاني عشان يعمل لي العملية. الدكتور ده اسمه ايه بقى؟ اسمه مراد السيسي. يا سيسي يا سيسي يا مدوب بأحاسيسي. هترجع لي يا فرنس؟ ده انت، انا كنت سبتك عشان ارجع لك. انت ما زلت على زمتي وفتوات واحلامي. بس خلي بالك يا جواهر، اوعى لسانك يخونك وتجيبي سيره ملك يونس، ولو اي حد سالك عليها ولا كانك تعرفيها. المهم يا اخي ان يكون قلبك كده صافي ونفسك مرضيه. يا جواهر اللي راح راح، ولا ملك ولا سليمان ولا اي مخلوق إن كان هيعرف يعوضنا عنه. والراجل ده يا اختي رايح في داهيه رايح. داهيه واحده بس، ده واخد شقل الدواهي بعيد عنك والحكومه كلها. سالنا السكينه وهيتفرم وقتي بطريقه لا تليق، وهو واي حد يشهد معاه. برافو عليك يا فرنسا. يا جواهر، احنا كلنا عايزين مصلحتك. ده حتى الدكتوره شاهيناز مكلفاني مخصوص احضر معاكي. ده بقى غير التعويض الكبير اللي محضره لك. يا اختي ما احناش قد الحرب دي، قولي الكلمتين الله يرضى عليكي وخلصينا بقى منها. حاضر حاضر، بس خليهم يدخلوني عشان امشي من هنا والنبي. بس كده؟ النيابه كلها تحت امرك يا جواهر. هتلاقي ميه ساقعه من الثلاجه يا محمد. تحت امرك يا ريس. اولا لازم تعرفي ان وجود الدكتور سليمان معانا دلوقتي اجراء ضروري عشان المواجهه، ولو مش عايزاه معانا ممكن اتكلم بقى؟ اتكلمي يا جواهر. دكتور سليمان بريء بريء وملوش دعوه باي حاجه. إيه؟ والكلب، الكلب اللي اسمه فرنسا هو اللي اخد مني كل حاجه، والراجل المفتري ده جاي معايا. بعد اذنك سعاده الرئيس. ما تقطعهاش يا استاذ لو سمحت، كملي يا جواهر. انا ضحكت عليهم يا باشا. ايوه ضحكت عليهم وقلت لهم ان انا موافقه عشان 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 ايه يا جواهر؟ عشان يرضوا يدخلوني عند حضرتك
وأطعم في حضرتك وأقول لك الحقيقة عشان أنا لقيتهم كلهم خايفين منك. أنا ما أقدرش عليهم يا باشا، لا أنا ولا أختي، دول ناس مفتريين قوي وبهدلونا وجرجرونا، وأنا كنت إحنا غلابة قوي يا باشا. طبعا نروح فين طيب؟ ده احنا بنجيب العشرة جنيه بالزن، والله العظيم بالزن. ايه ده يا جماهير؟ محدش هيقدر يلمسك، احكي لي الحكايه كلها ومالكيش دعوه بحد. انا رحت مستشفى الرحمه، وبعدين ثانية واحدة، كمل يا محمود بسرعة. لا 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 اسمعني. انا 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 وقعت في الميدان وودوني مستشفى الرحمه وكشف عليا الدكتور اسمه ايه يا جواد؟ سكت ليه؟ اسمه ايه الدكتور اللي كشف عليك؟ لا جواد ابو سيدك خليكي معانا، اوعي تروحي جواد. استنى يا دكتور بعد اذنك. بعد اذن حضرتك يا طارق بيه، انا عارف اللي فيها، من فضلك اديني 5 دقايق بس. سعاده الرئيس، اللي بيحصل ده تجاوز ملوش حدود. بعد اذن معاليك تسجل اعتراضي على تدخل المشكوك في حقه في استجواب الشهاده واجبارها على اجبار ايه يا متر؟ هو برضه اللي هيجبرها على الكلام؟ انت ما سمعتش بدايه الشهاده ولا ايه؟ ارجع مكانك يا دكتور بعد اذنك، مالكش دعوه باللي بيحصل في التحقيق. اقعد يا جواد، اقعد، خد راحتك ومحدش هيستعجلك في الكلام. كمل يا محمود. مش مهم اسم الدكتور اللي كشف عليك يا جواهر، ممكن تقولي لي ايه اللي حصل بالظبط بعد الكشف ده؟